السلام عليكم. موضوع اليوم هو متلازمة القولون العصبي. أن تعرفوا على الأسباب والأعراض وطريقة العلاج. عند الأشخاص السليمين اللي ما عندهمش هذه المتلازمة كيوقع تقلصات في الأمعاء باش كتدفع لنا الماكلة وتدوز وسط الأمعاء، ولكن ملي كتوقع تشنجات في هذه العضلات هذا كيأثر على حركة الطعام في الأمعاء. هاد التشنج اللي كيكون مدة أطول من العادة كيؤدي لواحد التقلص اللي كيأثر على حركة الأمعاء وكيعطي واحد الألم. فالحركة ديال الأمعاء لما كانتش طبيعية وكانت بطيئة كتؤدي إلى الإمساك، ولا كانت سريعة فهي كتؤدي إلى الإسهال. والناس اللي كيعانيوا من هاد المتلازمة كيكون عندهم إسهال وإمساك متعاقبة ومتقلبة، يعني يقدر يجي مرة إمساك مرة إسهال بسبب التشنجات اللي كتوقع على مستوى الأمعاء. الناس اللي كيعانيوا من متلازمة القولون العصبي كتكون عندهم أعصاب مفرطة الحساسية على مستوى ديال الجهاز الهضمي، كتكون واحد الفقاعات ديال الغاز طبيعية عند الناس كاملين، ولكن كتكون جد مؤلمة عند الناس اللي عندهم متلازمة القولون العصبي. وهذه الحساسية المفرطة كتؤدي للشعور بالانتفاخ الدائم. حركة الأمعاء وعتبة ديال الحساسية المفرطة كيتم الضبط ديالها من خلال الاتصال بين الجهاز الهضمي والجهاز العصبي والدماغ. وكيعانيو ايضا اصحاب متلازمة القولون العصبي من القلق ومن الاكتئاب. من المسببات ديال القولون العصبي كنلقاو انقباضات في عضلات الامعاء، كيكون مشاكل اعصاب مرتبطة بالجهاز الهضمي، كنلقاو انسان اللي كيعيش في واحد التوتر واحد ضغط مستمر كيقدر يتصاب بالقولون العصبي. كذلك العدوى بميكروبات كتؤدي لإسهال شديد، كذلك اختلال توازن البكتيريا الموجودة في الأمعاء. علاج متلازمة القولون العصبي، أول حاجة خصنا نتبعوا ليها هي التغذية. خصنا نبعدوا على أي غذاء أو طعام كيؤدي إلى ظهور أعراض متلازمة القولون العصبي، يعني أي حاجة كناكلوها وكتؤدي لنا لهاد الحالة ما خصناش ناخدوها، نبتعدوا عليها تماما. خاصنا تكون التغذيه ديالنا غنيه بالالياف، خاصنا ناخذ كميه مهمه من السوائل يوميا، خاصنا نلتزموا بالنظام الرياضي يومي، خاصنا النوم ساعات كافيه، ونحاولوا دائما ننعسوا بكر مع الابتعاد دائما على اي حاجه كدير لنا التوتر، وخاصنا ما ناخذوا حتى حاجه كتسبب لنا غازات على مستوى الامعاء. افضل علاج ووقايه من متلازمه القولون العصبي هي الحجامه، وهذه ماشي غير هضره، هذا عن تجربه مع مجموعه ديال الناس اللي تحسنت الحاله ديالهم من بعد ما التزموا بالحصص اللي حددتها لهم. الحجامه كتكون في واحد النقط محدده كتساعد على تحسين وتنظيم عمل الجهاز الهضمي ومقاومه الالتهابات. الحجامة كتزيد من الطاقة والتروية الدموية على مستوى الجهاز الهضمي، فالشيء اللي كيساعد على تحسين عملية التخلص من السموم وتروية الأعضاء بشكل أفضل. الحجامة كتساعد على تسريع عملية الإخراج عند الإمساك وتبطئها عند الإسهال، كتساعد كذلك على علاج انسداد القولون الناتج على الإمساك اللي كيتصاب به مرضى القولون العصبي، وبالتالي كتخفف لنا عملية عسر الهضم وكتقضي لنا على الشعور بالامتلاء الدائم، كتساعد كذلك في التخفيف من الغازات وتشنجات البطن الناتجة عن تهيج القولون العصبي. ما نساوش أن الحجامة عندها دور مهم في القضاء على التوتر والإحساس بالاسترخاء. موازنة مع الحجامة خاصنا نلتزم بنظام غذائي يكون غني بالألياف، يكون بعيد كل البعد على أي غذاء كيهيج لنا القولون العصبي مثل البقوليات، الأغذية الدسمة والأغذية الحارة، والتزموا بأخذ كمية مهمة من السوائل يوميا، ممارسة الرياضة، أخذ قسط وافر من الراحة والاسترخاء. أي سؤال نتمنى تخليوا لي في التعليق. متمنياتي لكم دائما بالصحة والشفاء.